للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد محمود مهران المتخصص في القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية. بعد تحية مصر، كما تابعنا جميعا تتقدم بمذكرة للعدل الدولية، محكمة العدل الدولية، بشأن ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية، المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أيضا. برأيك دكتور في هذا الإطار، كيف ترى دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية؟ بالتأكيد يعني موقف مصر ليس جديد، يعني استكمالا لدعم القضية الفلسطينية، يعني هذا الموقف مشرف جدا. خلينا نوضح للسادة المشاهدين ان النهاردة مصر قدمت يعني مذكرة بخصوص طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية وفقا للمادة 96 من مصادر الأمم المتحدة، التي تنص على انه يجوز للجمعية العامة او مجلس الأمن طلب إلقاء رأي استشاري يعني من محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية. فالنهارده محكمة العدل الدولية يعني في ديسمبر 2022 طلبت من يعني طلب منها من خلال الجمعية العامة يعني إن هي النهارده تدي الرأي في بالنسبة لل يعني الموقف الاحتلال وما يحدث من الاستيطان والمخالفات والانتهاكات للقانون الدولي. طبعا المحكمة سلمت حوالي أكثر من يعني 15 تعليقا مكتوبا بخصوص هذا الرأي الاستشاري. مصر النهارده يعني بتزيد هذه الآراء وبتأكد في مذكرتها على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عام. طبعا يحظر على دولة الاحتلال أنها تقوم بأي تغييرات في الأرض المحتلة تهدف إلى طمس هويتها يعني أو تغيير وضعها القانوني. يعني لابد أن تحترم دولة الاحتلال يعني القوانين الدولية وما يحدث يعني من فلسطين، انتهاكات جسيمة رأيناها والمجتمع الدولي يعني أجمع شاهد عليها. المذكرة المصرية أيضا دكتور بتتقدم بها مصر بتعتبر تأكيد لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وكل ممارساته مثلما ذكرنا المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والشرعية الدولية. برأيك هل يستطيع المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لوقف هذا العدوان والتصعيد الذي يحدث حاليا ضد أشقائنا في قطاع غزة وضد الشعب الفلسطيني بشكل كامل؟ طبعا يعني اللي حضرتك ده هذا المطلوب الان، المجتمع الدولي يتكاتف ويكون هناك يعني موقف حاسم ضد اسرائيل. كل اللي حضرتك طبعا يعني ذكرتيه واللي انا اوضحته يعني في كل الكلام ده موجود في المذكره. مصر بتاكد على كل الانتهاكات يعني وكل المخالفات لاتفاقيات جنيف للقانون وكل ما جاء في القانون الدولي لحقوق الانسان، لكن لابد النهارده يكون في موقف من المجتمع الدولي. يعني محكمه العدل الدوليه يعني اصدرت تدابير احترازيه، لم تقوم اسرائيل حتى الان باحترام هذا القرار، ده يعد انتهاك لقرار محكمه العدل الدوليه. يعني هناك تراخي من المجتمع الدولي، لابد ان يكون هناك عقوبات حاسمه ورادعه ضد اسرائيل، لابد ان يتدخل مجلس الامن ويتحمل مسؤولياته القانونيه والانسانيه والتي خولها له يعني مجلس الامن له صلاحيه اتخاذ تدابير احترازيه واستخدام القوه وفقا يعني الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده، لكن حتى الان هناك تراخي يعني واضح من مجلس الامن لماذا لم يتم حتى الان تنفيذ قرار يعني قرار محكمه العدل الدوليه بشان التدابير الاحترازيه التي طلبت من اسرائيل اتخاذها في غزه يعني لضمان عدم حدوث اي جرائم اباده جماعيه. زي ما حضرتك ذكرت واكدتي على هذه النقطه الهامه، النهارده هناك الكثير من القرارات والمذكرات والبيانات من الدول والاتحاد الاوروبي والكثير من المسؤولين، اين التطبيق على يعني هناك الارض الواقع يعني ترجمه الامر نريد ترجمه هذه القرارات اليوم يعني بافعال ايجابيه. يجب ان يقوم المجتمع الدولي حتى ان كانت مجلس الامن بسبب تدخل بعض الدول يعني وتستخدم حقها في البيت وتعرقل عمله، لابد ان تكون يعني تقوم الدول في المجتمع الدولي بتصرفات يعني احاديه من جانبها، لابد ان تفرض على اسرائيل عقوبات اقتصاديه سياسيه، لابد يعني ان يكون هناك يعني حلول فرديه من كل دوله لحمل الاحتلال على تنفيذ هذه القرارات. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد محمود مهران المتخصص في القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.